وللحديث عن تطورات الأوضاع في سوريا معنا عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد. حياكم الله أستاذ زياد. أهلا وسهلا بك بالسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ زياد. بداية، الخارجية الفرنسية تتحدث عن عرقلة نظام الأسد للحل السياسي. السؤال هنا، ما الذي بقي من هذا الحل السياسي الذي تتحدث عنه باريس؟ يعني من المبكر جدا أن تعلن الخارجية الفرنسية على أن نظام الأسد يعطل الحل السياسي. نظام الأسد لم يعترف بالحل السياسي ولم يندمج بأي عملية للحل السياسي، رغم أن اللجنة الدستورية التي يعني شكلت بداية وكان من المفروض أن يكون هنالك العديد من القضايا قبل اللجنة الدستورية، لم يعترف النظام أن الوفد الذي السوري القادم من دمشق يمثله، قال إنه يمثل يعني وجهة نظره ولم يعترف أن هذا الوفد يمثله، وبالتالي فالنظام لم يندمج ولم يشترك بأي عملية سياسية إلى الآن. ويعني الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي ومن ضمنها فرنسا يعلمون هذا الأمر حق العلم، ولكنهم لا يتحركون ويريدون للمأساة السورية أن تستمر إلى ما لا نهاية، وهذا أمر يعني بادي وواضح لجميع المراقبين للحدث السوري. ما زال أمام شعب سوريا المزيد من المآسي، والعالم كله صامت عن هذه المآسي وعن جرائم النظام، وبالتالي فلا يوجد حل سياسي ولا يوجد تطبيق للقرار 2254. لو أنهم يريدون الحل السياسي لكانوا فرضوه بالقوة، وهنالك القرار 2118 2118 كان بإمكانهم أن يستخدموه. هذا القرار يمنع على النظام استخدام الكيماوي، والفقرة 21 منه تقول أنه إذا ثبت أن النظام يستخدم الكيماوي فيحال مباشرة وتلقائيا. لحظة واحدة فقط. مباشرة وتلقائيا هذا الأمر إلى الفصل السابع. ثبتت تقرير منظمة حظر الكيماوي أن النظام استخدم الكيماوي، ولكن المجتمع الدولي صامت ولا يريد أن يفعل شيئا ضد النظام. نعم، ولكن هناك لربما يعني حديث عن حصار أمريكي على النظام، كما تعلم قانون قيصر وكل من يتعامل مع النظام السوري، وهناك أيضا يعني توجه من أمريكا خطوات فعلية متعلقة بإنهاء الدعم المتجه من العراق إلى سوريا وإيران. كيف يمكن ربط هذه الخطوات بانهيار العملة السورية الأخير؟ نحن نعلم أن إيران كانت توجه الحكومات العراقية المتعاقبة بدعم النظام السوري، ومعظم الحقنات المادية التي كانت تأتي إلى النظام السوري من ميزانية الدولة العراقية بتوجيه من حكومة الملالي والبنك الفيدرالي الأمريكي. في الآونة الأخيرة قرر يعني السيطرة ووقف يعني تحويلات الغير معلومة من البنك المركزي العراقي، وبالتالي فهذا الأمر قد يكون أثر بشكل فعلي على الاقتصاد السوري. ومن هنا بعد هذا الإجراء مباشرة نرى أن الانخفاض في قيمة الليرة السورية أمام الدولار، وهذا يعني شيء واضح جدا في الفترة الأخيرة. نعم، هذا التدهور بالواقع الإنساني في مناطق النظام برأيك ألا يعني يمكن أن يكون بداية لضغط حقيقي من سكان هذه المحافظات على النظام نفسه؟ الحقيقة الاحتقان موجود في كل المحافظات السورية، ولكن الشعب يعيش حالة الخوف الرهيب. هنالك قبضة حديدية أمنية حديدية يمكن أن 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 أشبهها لك بأن كالطفل الذي يخاف من والديه
الذين يحملون كربادا لقتله، فهنالك احتقان وهنالك جوع وهنالك فقر وهنالك يعني تذمر، ولكن لا أحد يستطيع أن يتنفس نتيجة المراقبة والقبضة الأمنية الشديدة. ولكن لابد مع استمرار الجوع والظلم من أن ينتفض هذا الشعب كما انتفض في عام 2011. وفي عام 2011 كان الانتفاضة من أجل الحرية، ولكن أتوقع في القادم من الأيام الانتفاضة ستكون من أجل لقمة العيش والتخلص من الظلم والفساد. أستاذ زياد، يعني أمام التطورات في أوكرانيا، إلى أي مدى يمكن التنبؤ بتوجه أوروبي لربما لإعادة طرح إسقاط النظام من جديد كجزء لربما من إضعاف حلفاء روسيا كما يجري بالفعل مع النظام الإيراني؟ في هذه الجزئية أنا أقول أن التواجد الروسي في سوريا لم يكن يعني إلا باتفاق صهيوني أمريكي، وكلنا يعلم في عام 2014 و2015 جولات كوري وزيارات كيري إلى موسكو، وبعدها تم الاتفاق على تواجد القوات الروسية في سوريا بعد أن عجزت الميليشيات الإيرانية من دعم النظام، وبالتالي الوجود الروسي في سوريا متفق عليه صهيونيا أمريكيا. ولذلك أنا لا أقول أن يعني الحرب الأوكرانية ستؤثر في وضع روسيا في سوريا. لابد أن أشير هنا لأن روسيا وأمريكا يمكن أن تختلفا في كل مناطق العالم، ولكن في منطقتنا وخاصة في سوريا لا يمكن أن يختلفا، لأن المصلحة الصهيونية هي سيدة الموقف وهي فوق المصلحة الروسية وفوق وجود المصلحة وجود بشار الأسد. هل هو سريعا وجود بشار الأسد هل هو الضامن لهذا الاتفاق بين روسيا وأمريكا برأيك؟ بشكل أكيد وجود بشار الأسد هو مطلب للصهاينة ومطلب للأمريكيين ومطلب للروس من أجل استمرار نظام متهالك ويعني شعب جائع، يؤدي بالنتيجة إلى تفليش الدولة السورية وتفكيكها، وهذا ما يطلبه الكيان الصهيوني من استمرار هذا النظام. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر سكايب من لندن الصحفي والإعلامي السوري زياد المنجد، شكرا جزيلا لك.